لا يمكن أن نتحدث عن آفاق التنمية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية حتى منتصف الألفية الثانية 2050 أو على الأقل خلال العقدين القادمين دون أن نناقش الأدوات الجديدة لهذه التنمية، ثم علاقة هذه الأدوات بجذب الاستثمارات وبالتالي إعادة رسم خريطة التنمية العمانية. أسهم قطاع الاتصالات منذ العقد الأول للنهضة المباركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة. يفخر هذا القطاع بمساهمته الفعالة في تنمية قطاعات مختلفة من الاقتصاد العماني. حقيقة اليوم من خلال النهضة المباركة أسهم هذا القطاع في زيادة التواصل المجتمعي، وكذلك تعتمد قطاعات كثيرة في الاقتصاد المحلي على قطاع الاتصالات في التنمية وفي زيادة الفعالية. في مقدمة هذه الأدوات المؤثرة يأتي قطاع الاتصالات الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً في السلطنة، ويعول عليه صناع القرار أن يزيد من مساهمته في الناتج المحلي خلال السنوات القادمة. ويعد قانون تنظيم الاتصالات بمثابة البنية الأساسية الذي نظم هذا القطاع وحقق مردوده في اتجاهين: الأول باتجاه تحرير قطاع الاتصالات ليستقل إدارياً وتنظيمياً ومالياً، الثاني نحو خلق المنافسة في كافة خدمات الاتصالات وفقاً لما تقتضيه السياسة العامة للدولة. يأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية نقل وتوطين التقنية التي تتبناها استراتيجية التنمية المستدامة حتى 2020، والتي قطعت خطوات مهمة في مجال مجتمع عمان الرقمي الذي يستهدف تحويل عمان إلى مجتمع معرفي من خلال إقامة بنية أساسية متكاملة لتقنية المعلومات والتطبيقات المعلوماتية وبوابات الخدمات الحكومية المشتركة وبوابة الدفع الإلكتروني وربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكة معلوماتية آمنة. وكذلك توفير البيانات والخدمات الحكومية الإلكترونية عبر منافذ اتصالات متعددة، إلى جانب تقديم المشورة والمساعدة لجميع المؤسسات الحكومية، حيث تتواصل كل هذه الأهداف الاستراتيجية مع التطلعات المستقبلية لخدمة التنمية. الحمد لله بدأت مسقط تستوعب الفايبر الألياف البصرية، وهذا الحمد لله تطور جيد في العاصمة، ويقدم عن طريق شركة النطاق العريض، وشركة النطاق العريض تبيع بالجملة إلى متخصصين في تقديم هذه الخدمة مشغلين، وكان عندنا المشغلين هم أريدو وشركة عمانتل، والآن يضاف لهم مشغل ثالث حتى يتوفر للمستخدم خيارات أخرى قد يرى فيها أفضلية عن غيرها، سواء كان من الجودة أو السعر أو غير ذلك. فالمنافسة والله الحمد شيء يعني مطلوب ومحبب في مثل هذا القطاع. ويظل اهتمام الدولة بدعم البنية الأساسية لقطاع الاتصالات على الرغم من طبيعة التضاريس العمانية لتشمل كافة أرجاء السلطنة، وتزويدها بأنظمة رقمية عالمية واستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هذا المجال، وتوصيل شبكة متكاملة ذات كفاءة عالية في الجودة والسرعة في نقل البيانات والمعلومات والمعطيات
هو الرهان الحقيقي لتحويل السلطنة إلى أحد أهم مراكز الاتصالات الإقليمية. يساعد في ذلك تحول السلطنة لمركز محوري للكوابل البحرية على مستوى العالم عبر بناء نظام كابل بحري دولي للنطاق العريض يربط 13 دولة، حيث يوفر الكابل البحري خدمات اتصالات متنوعة باستخدام تكنولوجيا نظام الموجات الضوئية التعددية المكثفة، ويدعم خدمات الإنترنت والتجارة الإلكترونية.